صباح الخير. حافظ على قوم كوكو، حافظ على قوم كوكو. كيكو كيكو، صباح الله خير. اليوم اصبحتوا فقدت ابوي قادم فنان وماشي شرف، ومصبح بخير وسعاده. نسيت ابوي في حل العائله، بيحوي العرب اللي انا عندهم، وعيلت من الله خير. ما عندنا في بيتنا دقيات، لك ما اسمع لهم، حس حاطات كاتم ما تعرف لهم سالفه. ما سرت انا الطرف وين حاطين دي مكران هناك متعبل منهم. زين، شو اصبحتوا وكيف حالكم؟ انا ابوي اصبحت بخير وسهاله. عارف هذا قسم يلي انا راقد فيها، هالقسم هاليتم، وكان مساي مسنزين، وابدا باكل عاد ريحه حمالي. اي ولاد، اي ولاد، شوف يوم تبي ترقد صح، الخلل ما في الرقاد ولا في المكان، الخلل اي نعم، الخلل ابدا مش من المكان ولا من الموقع اللي انت فيه، ولا تقول الفراش متغير، ولا انا في طبيعي، احد من العرب، انا في طبيعي متغير علي الفراش، ولا المكان ما يجيني رقاد لين اسير واخذ وعطي على المكان. لا ابوي، هذا انت مقنع نفسك هالنمونه، ولا يا الله يحفظكم، لازم جسم الانسان من يحتاج رقاد لازم، لا بد ولا عذر من رقاد. يوم تصبح وتمشي وانت مستريح، لا رياضه لا جري، لا تبذل مجهود، لا تشل، لا تحط، لا تصير كبرة، لا تصير تاخذ سامان، لا تصير تتقضل البيت، ما تبذل لا بحر لا بر، لا وين بيك الرقاد؟ جسمك مرتخي مرة منطحن، يغد ينبك، حتى ملمس ينبك غير ادلاغ وخرسان، سحه وهامدة من قل المجهود، وغاد ينبك ترف، غاد ينبك ترف شمنه، شرات ينب البنية، البنات الحريم ما يطيعن، يحس عمارهن ما فيهن حيوية يوم ما يبذل المجهود. وينب الادمي كان ذكر ولا انثى، يوم مرة قادي تحيدونها خد البنات اللي ياكلونه الاول، لها اسم هو الحين في لندن يحطون فيه شوكولات ياكلونه، لها اسم، لكن هو اسمه الاصلي خد البنات، الحين حد من الريايل هالنمونه قادي ينبه. رجال كم طوله وكم عرضه واللحيه والطول وينبت دق جسوفه، ولانهن غير خد البنات، لها اسم هو اللي هنو يبيعون في الدكيكينات، كان شيء خضر وسماوي واصفر وابيض، ما عارف والله شو يسوي، لها اسم. الحل ضروري انك انت تشوف لك صرفه، ترى اكثر اللي يقنفدون ويقصون تكيت ويتوكلون على الله، ابوي هذا يا ابوي اللي ما يبذلوا مجهود، ولا اللي ما يبذلوا مجهود و24 ساعة ميلسين في البيوت، انت ما تلاحظون عيالك برها واسمنها، التيار المليونيرية، الدكاترة، المهندسين، الناس اللي يصبحون يمسون يميسون على عمارهم، عندهم بيزات الدنيا والدين، عندهم مال المؤمنين والمؤمنات. يا غير ابوي ما بهاين عليهم، ما بهاين عليهم ينوبهم ان تغدي هالنمونه، ونحن رباعتنا من يصبحون يمسون من مكتب لين كوفي لين مول لين مطعم، بس وهاي هي الحياه، ويصبحون ابوي لين يمسون رقاد ريج. هاي ابوي حياتكم حياه كلاب. نعم والله العظيم، والله العظيم ان صدق رمسكم، هذه حياه الكلاب، حياه النقيصه. ما اسمعين اقول لك ذيب تعسعس ولا سبع النعس، ذيب اللي بيتعسعس وبيتهبش لشرق وغرب اخير من السبع اللي هو سبع السبنبع ونعسان 24 ساعة راقد. هذا يوم اقول لك ذيب تعسعس ولا سبع النعس، والله العظيم لا بد ابوي الانسان يحترج يوم ما يلقط له مهره، لو ان شاء الله يسوي يبذل له جهد. هاي السواقة ترى ما بجهد، الكشت والحواطة في المول هذا ما بجهد، هذه هب رياضة، هذا ابوي يسمونها رياضة الخاملات. لا لا لا، الرياضة ابوي لازم تشتغل جهد رجال، كانت بتعيش بخير وسهال. والله يا ابوك انك لا تموت وانت جالس في مكانك، لا بد من الحركة في مزرعة في شارع.
مسيرين بحليلهم اللي خاري هالجماعة اللي أنا عندهم هم قوم الخياط. الأول مديرين الراشدية عقب تحولها مردف وعقب أبوي ظهرت لهم أرض لأنهم يعني اشتروا أرض أظني ظهرت لهم أرض لو أنهم شارينها مسترى. المهم بنوا وعدلوا بيتهم وسكنوا في المزهر الحين بي من 4 إلى 5 سنين يعني ما تدي يتم وديتين العام أظني له عام الأول ومن هاك اليوم ما يتم عاد يوم يتم فرحوا بيتي واستانست عندهم الباحب اليوم ويعني متقبضين في بيديهم وريولهم ومبسوط عندهم في الأخطاء اللي كانت مستوية في بيتهم اللي من قبل اللي هو البيت المردف كان أول بيت يبنونه من عقب الراشدية يعني فأكيد لو آدمي يوم بيبني بيت جديد يطيح في أخطاء في البيت الجديد هذا الأخراني الحين اللي في مزهر تلاشى وكل الأخطاء فلا آدمي مثل ما قالوا يتعلم من أخطائه. ليش أنا يستحت المكان هذا الطيور بادية تضوي بترقد هذا ها تسوي صوت جميل متيام عاتق يذكرني في حدائق المقام اللي قدام القصر وفي الشوارع اللي على خط العين وانت ضاوي من وانت جاي من ابو ظبي من توصل المقام ينك فيك حدائق متوصل العين فيك حدائق المقام فتسمع صوت الطيور ما شاء الله مسويها تطحن عاد الحين وقت مضواها الحين وقت يضون الطيور طيّة الطير حينه يضوي الطير كل يضوي عشه هذا يقول ان احنا نبو نحن الطيور نرقد من المغرب ها فقار حين ضاويات اعتقد تم اعتماد خلاص كل فرجان اللي في الدولة ما نظني بوابي لين الفجيره كل فرجان دور مدارهن يسوون منشأ اتوقع يعني وين ما يصير اي فريج لازم ابوي مقيط منه ممشى واحد منهم للسياكل اللي هذا علينا عشان سياكل ها ما تشوفون والثاني عليه صوره ها واحد منهم صوره سياكل سربجي واحد سارياي والثاني اوادم ها هذا وين امشي عاد هنا زين يعني ما شاء الله يعني شيء فكره جميله يعني فالرياضه اتوقع حبل اتوقع هذا اكيد يعني 100% ما بالله انا كل هالعرب تقول مفتاح الحياه الرياضه مفتاح الحياه مره ما يبال رمسه واللي يقول غير هالكلام ابوي هذا انسان هب صاحي اللي يقول ان الرياضه ما بهي مفتاح الحياه السعيده هذا ابوي مره هذا يقول لها ترمس عنه يلا برايكم انا ارمس اخلاف تعرفني انا؟ ايه ما انا منو؟ خالدي انت والضروس وين؟ جلعتهم هذا منو الريال فنان؟ هذا منو؟ كتفور اسمه؟ ايه ابوك اخوك شو هذا؟ ابوي والله والنعم يلا الله يحفظك البارك قلت لي؟ محمد والله والنعم محمد بن منو؟ كسور ايه يلا مرسخ الحبيب الله يطول بعماركم مشكورين تحياتي لكم وللأسرة الكريمة سلم على الكبار والصغار مرة لا تخص من حد الله يحفظكم يا اصورك انا تركي كيف حالك هذا ولد ريالينا عنده ولد محمد بن ابراهيم الخيار تركي كيف حالك كيف انت ما شاء الله عليك ما شاء الله مرحبا ابوك زيغني قال لي لو تشوف تركي قد كممتنه ابوك يغدر من الضباب يغار من اوكي لا خليت منك ارد سلام حبيبي اقول لكم وعدت الى قواعدي سالم من قانم الحمد لله وركضتنا اليوم يعني من المكان اللي انا فيه ما يندرابه والله كم من كيلو يا غير الحمد لله الامور طيبه وانبسطت وشفت العرب والعرب شافتني وسلمت على الناس والناس سلمت علي يعني قضيت شفي هيا بقول قضيت شفي ولا لي في الهوارادة خلاص عاد حينة فلايا ولا يبات ان شاء الله الليلة وباشر يا اني تغديت هني ولا اني تغديت ابو ظبي العلم عند الله كنت سلمت.
فتوقع اني بتغدى 90% اني بتغدى في دبي. اتوقع 90% اني بتغدى في دبي اذا الله جعلنا من الحيين. ومسائي بيكون في ابو ظبي وكالعاده نادي وما نادي يعني. يلا برايكم هذا في مال الله. نار مسخره. تعالوا اقول لكم الحين بتسبح بعين الله خير وبتلبس وبسير سيتي ووك. خاطري في سيارة سيتي ووك. يقولون وانا بعد حار لكن ما علي حتى لو حار. ما شيء زود حر يعني برد حر حر للي يسوي رياضه ويجري يا اخي. اللي بيتمشى بيشوف العرب والعرب بتشوفه ما ينسه الحر. شوف العرب روح يا ابوكم يطول العمر. الحمد لله الشباب والله ولك المره. خالد ريال يسلم عليك. هلا هلا ناقص وجودك يا ابو محمد. الشباب اللي يسلمون عليك كلهم يا مرحبا. عند محمد غريب. ها عليك محمد ايش حالك؟ ايش رايك في خبيصتي ها بالبلاليط والهال والجرفه؟ ايش رايك ابو محمد؟ قول لي بس رايك انت بس وما اعرف عاد انا امشي على ذوقك لانك انت انسان ذويق صراحه. شيء مفخرة واجهة واجهة للدولة وهي مفخرة مفخرة بكل ما تعني الكلمة. فالشيء هذا انتم منبونكم لهالامارات كل واحد رقبته دلة رسلان تبارك الرحمن ذراع غير الحين بتغدي بوي كل واحد رقبته رقبة حوار من عقب هالمكان الواجهة الجميلة الغاوية اللي تبهر كل زائر دولة الإمارات أو كل إنسان بيستقل هذا الشيء. أي أبوي رمتها الكذب بتعرفون أنا وين ساير. أبوي أنا ما بخبر حين إن شاء الله خلاص وأنا ساير أو من أوصل بصور بربيكم الهست كله. المهم شيء وايد فنان وما حد يروم حتى يسوي شراته بالكون. صح صلاح؟ شبه 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 بل بس بخلص بظهر من وقت اليوم. لا خلصت ولا ظهرت من وقت على هالمنوار كل يوم هالتأخير كل يوم. لكن بعد يحيي 9:30 حين 8:30 البارح واصلين دبي مول. متى واصلين دبي مول؟ الساعة 10 كان هم كان 10 أظني 10 واصلين اليوم. بعد الساعة قبل الساعة 9 بنوصل نعمة. يلا بنرمس أظني في الطريق بسولف وياك. كان يتبصر مسؤول ما يتعاد السموح أنا من جنابكم حل اتجاه الوجهة. يلا الله يحفظكم إلى سيتي ووك. يلا يا الزحمة عاد ما شاء الله يا سيتي ووك تبارك الرحمن. الزحمة ليه في الدنيا كلها فيه. لكان غاوي وفنان وعلى قلبي شارات العسل أبدا. بعد مكان وما في زحمة منو بيشاهد؟ بعد لو ما شي في أوادم أحد يا سيتي ووك. هي عيشوا التحرر اكيد 100% هالكلام. هذا ما اخذ خيره اللي يقول لك مكان والله زحمه انا ما باه. بعد يلس روحك في بلاد والله العظيم. زين اقول لكم بتمشى اظني للساعه 10:30. الساعه 10:30 ان شاء الله الجدول بيكون معزومين على عشاء في فندق اتش. شو المطعم هذا ما اعرفه. دعاية أو منذر المزكي وحد بيكون والله ما أدري عاد منو هو. بنشوف شو الهست بعطيكم العلوم. توقعت إنه ما بنلقى باركن والله يحيينا سيارة هاي الساعة مشتلة باركننا مكانها قدرة قادر. عمليات هالليتات لو تغيرن غني هن العمليات اللي اختلف شكلهن. اتوقع اللحن نفس هن العاميات كما شاء الله ما يضم خلق الله ما خلق. من كل جنسيات عدا انا امشي ومطرطر ذريه ابدا. اللهجات اللي حد كويتي من البحرين حد خل عاد باجي العالم كل حدب وصوت كما ان شاء الله الاغلبيه هل الكويت وايدين وهل السعوديه بعد تبارك الرحمن.
ياسر بن خديجة موجود في المقهى يسمونه بوبي ما ادري منو شو اسمه زين. قال لنا ابوي تعال بتقهون عندنا وحين نحن سارين جدا اسم المقهى بوبين كنا بوبين. محمد ومانا اصدقائي بيني وبينكم تواصل من مده طويله واليوم عاد تعرف فكره حطيت الفيديو مالك اللي مكمل يوم تدري قالوا لي انت ما شفته؟ لا ليش؟ ما كان عندي ما كنت ضيف. ايوه استوى سوفت وير. ايوه كيف حالك محمد؟ تمام. كيف انت؟ مانع ايش حالك؟ تمام. كل شيء زين؟ زين. من متى انا يا ستري الموعد هذا؟ مده طويله. الحمد لله انكم جيتوا تلاقيتوا وياكم. شو اخباركم حبيبي؟ الحمد لله. امور طيبه؟ زين محمد انا بشوفك خالد انا بعد اكثر الله يطول عمرك وعمرك حبيبي وعمرك لا خليتني من نوع انت بخير مانع كل شيء زين زين فنان ما شاء الله عليك مانع تسلم يا الله يحفظك يبارك فيكم ان شاء الله. انت محمد انا 7:30 تقريبا. ايوه كل ياسين داخل انت ويا مانع من زمان مع بعض انتو من زمان دال بعض ساكنين يران لو بعيد ابو في البلد انا في جميرة بعيد عنكم انا وين بيتكم جمال ايه جمال وحسين ايه بحسين جمال وحسين إيه. عيال عبد الله الشعفار والله والنعم انت عدالها ما شاء الله الله يطرح فيكم البركة انزين مانا شعلوك تعرفني نعرف من انا فرحت اني شفتكم اتوقع ان متوعد ويا محمد روح لكن ما قال لي مزهب لك مفاجأة ان مانع وياي ما خبرني فرحت انك انت وياه مشكور مشكور مانع على اللقاء الجميل هذا وفرحت بشوفكم ويحل الله يطرح فيكم فنانين وايجابيين وطيبين وانا احب الناس الزينة والله يطول ولو ما بطيبين ما توعدت وياكم الله يخليك يا سلام يحفظك حبيبي محمد ويخليك من نوع انت اللي بيسمع ما انا بيتحرك واحد شيبه انت بعكس غيروني شي تبون؟ براي المرخوص؟ تري الجماعة داخل تصير افلح وياك اوكي حبيبي ان شاء الله صلاح موجود في دبي والله؟ اي والله كيف بتلاقى وياه؟ هو بيت ولد بيت بنت اخوي وانا ما بقدر بنشوف المره الجايه وياك ان شاء الله حبيبي يلا مع السلامه ما انسى شايف الخاطر؟ يلا بحبك يلا مع السلامة يلا بداك الله حبيبي يلا مع السلامة. المواضيع اللي دارت واحد من الشباب مسوي بديكير حق فورة ما بنعيد لا أكيد ما بده يا سيار مسك وها يسوي باليد أقول بلا قال بأخوي حال سوينا أبوي مال فورة شوف وينهم يبهم أولي صالقن قلنا وخلاف قال ما قلتوا لي شيء ايه ذكرني عاد بسالفة هاي حرمة لابسة يميع الحيول ويلزت خرخش وخرخش خرخش ما حد قال عليك بالعافية كانت تحسر عني درعانها تقول يا مهرة يا مهرة هد العيل على امه هد حشرة العرب خرخش وخرخش الله العظيم وهذا حين ذكرني بموضوعك انت زين هالجماعة الحبايب سلام عليكم هذا الرجال شو اسمك انت ابوي؟ احمد علي شفيق انزين وهذا ابوي نهيان بن سيل عمري والله بالنعم وياسر بن خديجه مبروك البركه وهذا عاد اللي مسوي الفوره وياسر بن محمد بن سعيد بن خديجه هذا على الله يحفظكم الشاب الفنان الطيب الخير ما عليك زود زين توك جاي من لندن شو اجواء جميله جدا جدا اكثر ما يكون سبحان الله اي والله يعني ما زالت يعني زيقون العرب يقولون ون او يرفعون وراك محرم يمرطون تلفونك ويزخون ساعك ويمرطونها من يد انا ما بسير عند المشاكل بسير ولا وادي بيسيرون هاي اللي يمرطون سواحهم يصيرون اماكن نصكم ربعكم بعد يعني هاي الربزه الواحد يجي من دونها يعني خرطي بخرطي مو بوايد يوجد شيء خفيف جميلة الجو حلو لكن يعني حلوة يغطي على بلوى زينها يغطي على المشكلة هذه صغيرونة لا تتواجد المكان البطالي وانت والخير أرباعة جزاك الله خير يا أبو محمد واجب اكتسلم يعني اكتسلم
انا مو من اشد المعجبين فيك. يعني الله يحفظها ويخليها ان شاء الله جميعا. جزاك الله خير. زين وكل سناباتك عندي على الخاص. قول والله. يلا طرش لي. زين يلا. صور شباب. اي بصور حق الوالد. يلا صور. الله يحفظك. يلا. امي اكل خبز. زين. تمرين بشيء؟ سلم عليها عادي. ان شاء الله. سلام عليك امه. ان شاء الله يوصل. ام منوهي. ام سعود. ام سعود ابوي الله الله فيها الريح. يوزيه يوزيه يوزيه. ابي خلينا رامي يوزيه. ان شاء الله. جزاك الله خير. يحافظك حبيبي. ياسر هذا هالريال ترى ولد خالي على الله يحفظه. ولد خالي شكرا لك خليتني على حسن الاستضافه. نبى ناخذ لنا لفه على الله يحفظه. ولا بقصور من الشباب ولا بقصور من الهيان ومن عند من الريال احمد بن علي على الله يحفظكم. شكرا على حسن الاستضافه. بارك الله فيكم وان شاء الله ان الله لا جمع بيننا في اسرع وقت ان شاء الله. ان شاء الله. انا احبك محبه عيني. الله سبحانه وتعالى اللي يعلم. حبك ربك وحبك الملائكه. يعني تسلم يا ياسر. يحفظك يخليك ان شاء الله. يفرحنا ان شاء الله في ذريه محمد. ما في الا في عرسه ان شاء الله. ذريته بس مين يطمع؟ لا 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 زين زين تتشوبنا عادي. تشوبون ولا انت برايك بتشوب؟ وعدني بعزيمه ان شاء الله. متى؟ اي يوم اي صراحه وياك لازم اعرف ان شاء الله حبيبي. حتى لو بيتك حبيبي عيوني ان شاء الله بجيك انا وصلاح خصوصي مخصوص بجيك ان شاء الله. ضروري تجيبوا ويانا مانع. مانع ضروري انا وانتو مانع ان شاء الله. انا وانتو مانع وصلاح ان شاء الله. في بيتكم نبى ما نبى في قهوه ان شاء الله. زين ان شاء الله نبى نجلس نسولف ونرقص وياك ان شاء الله. زين حبيبي الله يطول عمرك عمرك يا خليل. سلم حبيبي. السلام. شوفوا احتلوا موقعيه. السلام عليكم. تعرفون هالمكان كل حد يعرف هالموقع موقعيه. هاي الشيره شيرتين شيره خالد الخالدي. لا تقولي ما قلت لك هاي مالتي من جد ما امزح. ما تكلمين عربي انت؟ او ذس از ماي تري. والله ام نوت جوكينج. والله ات واز بيفور ذي بيلد ذس بليس ذس وان ات واز ماين. والله ام نوت جوكينج. ثانك يو. تحيدونها انتم عاد شيرتي. فاحتلت الحرمه هذه وهاي حدود الشيره اللي عالجوها وسووا مكانها الدكان العود وغدا مكان مبروك مزارع عباره. واحد منهم قال ابوي لا تصور برايك ابوي. الحمد لله الحمد لله انك ما شليت زين. ربع الزين لهم شالينه. نعم لو شال ربع الزين لهم شالينه ايش بتسوي اليوم انت؟ انا ما يضحكني فيه. كل يوم الصبح شغال. الله يحفظها. امين امين يا رب ويحفظك يا رب. ام سلطان مساك الله بالخير يا ام سلطان. ولك ما شاء الله هذا ريال فنان وعليه رضوان من الله. لكن ضروري تجوزينه. عرس. لا عرس ما عرس عزابي. بعك؟ عزابي. شيفك شيفك عزابي. نعم. في على الله يحفظك. امين. ليش ما تبغى تظهرون؟ يا منكركم انت الملاقة. الملاقة اللي في الدنيا. هلا بعد. كذبكم. الكذب لا تروعون من حريمكم. حد يلوم العرب في اية دبي في حبهم لدبي؟ كل شيء فنان فيها. انيت للعرب فنها من اول ما تشاهد الادم يبتسم في وجهك اول ما تشاهده. ونيت للي يشتغلون الابتسامه ما تفارج وجوههم. ونيت بالحيويه والنشاط في كل انسان يمشي تشوفه في سيتي ووك تلقط ايجابيه فيه. كل حتى الناس اللي يجون البقعه هذه اللي انا فيها هاي سيتي ووك الاماكن الحين على يمين وعلى يساري كلهن فلين عينهن. الاماكن كلها مزرة ما تلقط كرسي فاضي. عكس العام عام الاول يعني الاول يوم تمشي تلقط يعني كل مكان في طاولتين ثلاث خراية. الحين الطاولات كلهم فلين عينهن. مرحبا ابويا. ها طيب شو العالم بالله عليك عرض كأنه ما ادري شو عندهم. ايه وين ما تبغى العالم تي كيف يعني كيف محبي العالم ابوي كلها بتي اللي يبى واللي ما يبى. امان يا دار الحي امان امان. كل شيء فيه تميز كل شيء فيه تميز فتلقطون في هالمكان. سيتي
ووك كل شيء فيه تميز موجود فيه. هبلة في السيتي ووك دبي بكبرها كل شيء فيه تميز ما يوجد في أي بلاد في الدنيا العودة، بتلقطونه موجود في هالبلاد. في دبي في الإمارات كل شيء فيها موجود، لغير دبي تبارك الرحمن تمتاز بالتميز ورقم واحد، لأن حكومة تطالبه. الحكومة كلها، كل الحكومة طالب أبوي كل شيء في الإمارات يكون رقم واحد. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، يوم أولي الأمر يقولون نبى كل شيء رقم واحد، فلازم بيكون كل شيء رقم واحد، لأن الشعب عنده إصرار وعنده رغبة وعزيمة، وكل شيء متاح لهم وكل السبل مهيئة لهم، مهيئين لهم كل السبل، الدراسة والثقافة والأمن والأمان، فلازم بيكون الإنتاج. تصور وياي انت، بتصورني وانا اصورك؟ شو تبكى؟ ما اسمعك. انت يا صورني والله ما شاء الله. شو اسمك انت؟ عمر. عمر من وين؟ من عين. اعطى اعطى تليفون يصورنا. عليكم السلام. مرحبا. زحمه مش زحمه عاديه، يسمونها الزحمه اللي مش طبيعيه. زين تعال تعال مدامك هي مره واحده. مرحبا الخالدي. مرحبا بك. الله يسلمك ويحفظك. يلا غايته ما عليك مني. يلا وانت ما علي منك. ايه خلص. شو اسمك انت؟ عبد الله الزرعوني. والله ونعم والله مليون مرحبا. ولا يسلمك. يلا الله يحفظك ويبارك فيك. شفت والله عليك الزحمه؟ شفت الاجواء؟ شفت الحر وشي؟ ما شيء حر، ودر عنك. ما شيء حر ابدا، ما شيء براد، حتى الخناخيش مكيفات، اعطيك كنديشنات في اللي هو الطل. عشتوا انا اكثر عن شيء يسمونها بطره. بطره الحمد لله. اللهم لك الحمد. سلم على الشباب. سلموا ابوي الشباب. السلام عليكم. وضعت لي عندك في الجروب حبيب. الله يحفظك. سلم على اربعك. يلا ان شاء الله. اقول لكم زحمه غير طبيعيه، لكن زحمه على حله ما تلقطه. اللي والله ان قوم مني ومن ناف ما شيء، كل ماشي فيه سبحانيته. فالكل منهم والجميع يمشون ويعدون خطاهم. الكل منهم تعلموا المذهب. ليش؟ المكان يجبرك تحترم العرب الموجودة في المكان، تجبرك انك تحترمها. ليش؟ وهذا اولا. ثانيا اللي ما يكون من الاساس هو محترم، الناس ما بتحترمه. محترم في لبسك، في هندامك، في رمسك، في مشيك، في طريقة تعاملك مع البشر. فلذلك الناس مفروض انها تحترم غصب زور، ما بعلى هواك. فلذلك كل اللي تشوفونهم الاجنبي والوافد كل يمشي بوي قانون، ماسكين دستور، دستور دستور الاخلاق الحميده. فلذلك تلقط الناس، من حد يشوفك ابتسم تتوقع عنده شرات، يعرف بينك وبينه معرفه ولا صداقه. وهم ما يتعارفون بعضهم مع بعض، ما طري لكم مال التواصل الاجتماعي. الناس كلها زمان الوغاده وقف، زمان الخقه وما ادري شو، كل هذا وقف. الحين ابوي خوص بخوص رقعه السم خصف. ها ما تبغى تصوير؟ اللي ما يبغى تصوير لي اي. ها كيف حالكم؟ كيف انتم؟ منو اللي ما يبغى التصوير؟ عيال بن زنيتني. منو منها؟ والله مليون مرحبا. هذا ولد مبارك، ولد سعدون، ولد منو هذا؟ ولد يمع. ولد يمع تعال ياي. اي ها خقة الزنيدات عاد ما بيودرونها. زايد من محمد مسار. مرحبا. سار مزروعي. مرحبا. مالك؟ كيف الحال؟ كيف انتو؟ كيف حالكم؟ ما شفتوا التصوير؟ لا 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 لا. انتو بطيئين؟ والله مليون مرحبا. كيف حالكم؟ كيف انتو؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الجماعة ثارهم بوي ما بخبرين هاليات منهم جايين دبي، وقال أبوي نحن عسب شو ما نبي حد يصورنا، متروعين أبوي من هالياتنا ما خبرناهم. الحين قالوا لي لا تخبر، وتراني ما خبرت، ما قلت حق حد. تراهم أبوي ما ب... الله يحفظكم. هاي العادة صدقان. أنا صديق ويا بهاتهم ويدودهم ندير زايد لو الراب ينضربه. هاي الزنيدات من القبيسات، لكنهم الزنيدات ويران بيننا وبينهم صداقة ودم ولحم وأهلية من يوم مدرسة الكندي. هذا أنا ربيع سعدون ومبارك بن عيد. سعدون ومبارك هاي أنا من سنة. سعدون أكبر عني أظني بسنة كنا، غير الحين يبين ما شاء الله أكبر. على الله يحفظه. تحياتي للزنيدات كلها. الله يعلكم في ذات.
رقم كبير وايد عام مشترك بين اللي يتابعوني ويتابعون منذر. بيتوسطوا اللي عندك يا منذر على تأخيري، سامحني حبيبي، سامحني سامحني يا ابو هند، سامحني على التأخير. باجي ثلاث دقائق وبوصلك ان شاء الله، عاد لين الفالي باركينج ولين لين الليفت، ما ادري وين بيصنضي عيالي في شبد السماء تقولون فين المطعم. لكن انتم بتريوني في هذا اللوبي، انا ما ادل المطعم ولا اعرف اسمه، لكن الموعد في اللوبي مع الفندق اتش. لكن يقولون مطاعم اثنين فيه هو الزينات او ثلاثة، ما يندراكم وين من هندي بتودوني اللي هو. لو بيم وراكم بوي شف تراب، لو تحت سمرة، لو تحت عريش، كله زين. المهم مع بعض يعني، الله لا يفرجنا ويحفظك ان شاء الله يا ابو هنود، يحفظك يا ابو هند ويخليك يطرح البركة ان شاء الله في والدك وفي اخوانك وفي كل من تحب. ابشروا بمنذر، وصل وصل منذر. مرحبا مرحبا مرحبا، يعطيك خير ويكفيك شره. ما شاء الله اطول عن السيارة منذر، يعني الله يحفظه. يلا عادة عيزنا يواعى يواعى يا ريال. شو تكاسر وياه؟ يبقى خصم. مرحبا الشيخ، مرحبا الامير، هلا هلا هلا، حي الله ابو حمود الغالي. مرحبا ابو هند، حالك؟ حالك حبيبي، طيب ان شاء الله. كيف انت؟ ذاك طيب والله. مليون مرحبا ابو هند، هلا وغلا والله، حياك الله وحيا الله الرجال الطيب اللي يمعنا اخير. ابراهيم الشامسي ولد عم منذر المزكي الشامسي. أبركب من ساعة أشوفكم. ما زينك يا أبوك بلي أكشم؟ قميضة يا أبوك؟ العيون بيذامية؟ هاي الأولين يسمونها الكشمة. أنا شو قلت كشم له نظارات؟ حلوة رمسة الأولين حلوة. البارحة صرت أصور بعد شوابنا يا أبوك محلات البرقع، أقول ليش البرقع يرد موضة؟ هي والله، هي والله ترى وايد الغاب شيء من حد من الحريم يعدل هنا البرقع، يسوي لها الرزة وماشين الحرمة اللي تكون مبرقعه وتعق البرقع. تغادي يا ابوك الويه غادي جبلي، الله المستعان. هاي كسرت جبنة اللي تشوفونها، قطعة جبن على المثل، ما بلنا كلها عدل حنا، لأن شويون هالي في النص يطبخون بنكة الجبن، ما بيشوفون يعني ما له اسم معين غير أنا ما أعرفه. والله المطعم وايد فنان، ما أعرف شو اسمه، والأكل في منتهى الروعة هو قمة على قمة وذوق وقمة. شيل القصيدة هاي نسيتها والله. يعني الله اللي يخلينا من هاليمعة ويبارك فيكم إن شاء الله، الكل يبارك في الكل منكم والجميع، يحفظكم إن شاء الله ولا يفرقنا إن شاء الله. أحمد الله يعطيك العافية يا خالد. يعطيك العافية، أنت تقوي أنت لي عازم وأنت لي مدي. الحين يشكرون العرب أبوي اللي دافع البيزات. أنا أبوي البيزة ما تكون علي، حش علي. هذا الرجال أنا ما قصر. الحين شوف شو قال، استوت حياتنا، استوت حياتنا كلها تصوير. استوت حياتنا كلها تصوير، بني بنستقبل نصور، بنودع بنصور، الدنيا تغيرت سبحان الله. لكن هذا شيء صح، ان شاء الله يكون صح ان شاء الله. توثيق، توثيق اللي هي احلى اللحظات، زين هو الصح، اللحظات الجميله، ولان هذا هو الصح اكيد. لان وين احنا اللي خطف في السنين اللي خطفتها في حياتنا، لو بنرمس بيقولوا بالكذب لا صار ولا استوى. ونحن بعد نبغى نوجه التحيه لامه صراحة، أم اللي تابعنا ويحفظها هذه الحرمة الطيبة. وعلى فكرة ترى هذا الريال وايد بار، ما يزال الله خير. أي شيء تقول تقول ها الله الله بمنذر والله لا على طول، يزال الله خير ويقوم الله يحفظ. الله يسلمك. نت بدال ودي وديتين ثلاث، سويت له ريستارت على أساس إنه بيشتغل وما طاع يشتغل، يعني ماشي إنترنت لين الحين وأنا رمسكم. كل من نعم كل من سويت سناب ما طاع يصير، يلبق حمر. الله العالم شو بلا تليفوني، بنته وشقلته بنته وشقلته لين حينه مويم، لا بطايع يرسل ولا بطايع شياته.
ما يندر اشوف بلا الحين شيء كم من سناب واتشات ما طاعني سيره بسير باكر الله يحفظكم بعد الضحى العالي المستشفى الامريكي زياره بزور شخص غالي وعزيز علي وعلى ناس وايدين من هالدبي وان شاء الله ان شاء الله اني في احتمال كبير اني ما اتغدى في دبي احتمال وايد كبير لا المشكلة مشارط عليهم وابقي ما ادري شو على الغداء وابقي ما ادري شو لكن ان شاء الله باكر من صباح الله خير بخبرهم بقولهم بوي ترى لا تسوون الغداء اللي انا طالبنه ان شاء الله غدائي باكر بيكون في ابو ظبي اتوقع 90% يعني ان رخصوني لاني كنت قلت وطلبت ابى الغداء الفلاني بعد زين هو بس بخبرك بوري تحيدوني ما يعود عنكم شيء حمالي على سطاح هاي اللي يقول حمالي على سطاح يا الله يحفظكم بالنسبة اللي تخبروني عن اسم المطعم اسم المطعم انا ما اعرفه انا ما اعرف شو اسمه الفندق المطعم اسم الفندق اتش فندق اتش هاي اللي في طرف في اول بناية في شارع الشيخ زايد يا غير اسم المطعم ما اعرفه وشو نوعه ما اعرفه اكلهم فنان وغاوي هي نعم وزحمه زحمه زحمه لازم بحجز يعني فندق مال برستيج مال اتيكيت مال هاي الناس مال سربجي لا مال ناس فنانين وكل كباريه ما من هاي الناس العاديه مدراء بنوك وسفراء وقناصل وما ادري شو يعني مطعم مال ذو مستوى عالي يا غير اسم الفندق انا ما اعرفه من اللوبي يابوني فوق سيدة لفت وسيدة ساربنا وما أعرف شو اسم المطعم والله العظيم يعني ما أعرف شو اسمه لكن الفندق أعرفه إتش كدي جايين ودي قبل لكن المطعم مطعم ولايتي وأكلهم فنان وما أدري شو يابونا اللحم هذا اللي ينطبخ ثلاثة أيام أو إنه على الضوء ويعني وايد أشياءهم غاوية وترتيبهم زين والفندق ما يشل من العرب لها بالله الفندق المطعم لو بتفر حصاد 3000 سبحانك يا رب كل شيء فنان وغاوي لكن ما أعرف شو اسمه الحين المسجات كلهن شو اسم الفندق المطعم شو اسم الفندق المطعم ما اسم المطعم ما أعرفه أبدا شي خصني بتخبر الوادم وين وديني شو اسم المطعم زين يوم عرفت اسم الفندق أنا بعد لو صعب ما بعرفه اتش بس حرف واحد اتش العظيم يلا وين بين بليس مضيع عيال في كبد السماء المطعم مره قرب النيوم يلا تصبحون على خير بس عاد عليكم قلت لكم اني باكر بتغدى ابو ظبي حراء البيت اللي انا عنده ما يدري اني باكر بتغدى ابو ظبي والعالم كلها عرفت واللي انا عنده في البيت ما يدري الله العظيم عين واتك يلا تصبحون على خير خالدي تم بمبي ياول للي ابي بمبي بوضا شا ابي صاب تندا هاي ما هو